أرقام الوظائف الضعيفة جدا التي سمعناها يوم الجمعة الماضي. الدولار يسجل المزيد من التراجع أمام اليورو، ولكن هو مستقر أمام الاسترليني. مقابل ذلك يسجل ارتفاعات أمام الفرنك السويسري. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في أي دي أس سيكيورتيز. نور الدين، أهلا وسهلا بك. أكيد القصة ما زالت في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ومتى سوف يتم رفعها؟ آخر الترجيحات بحسب الفيوتشرز تشير أنه احتمالية أن يتم رفع الفائدة في مارس ارتفعت إلى 56% بالمقارنة مع تراجعها إلى مستويات 41% في يناير. وأيضا هناك تخبط يعني بين المحللين في تقديراتهم لأول رفع للفائدة منذ سنوات في الولايات المتحدة، منذ 9 سنوات. بالتالي أود رأيك، ما رأيك بعد هذه الأرقام الضعيفة جدا من الولايات المتحدة حول الوظائف؟ نعم، تذكرين لارا، يعني منذ حوالي سنة تقريبا ونحن نذكر أنه عملية رفع أسعار الفائدة بمجرد وقف التيسير الكمي من الفدرال الأمريكي ستكون بعيدة المنال لسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وأيضا تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. الأرقام التي ظهرت يوم الجمعة كنا نتوقع 170 ألف وظيفة فقط، لكن شاهدنا أيضا انخفاضات بأكبر من التوقعات. الشيء الأهم أنه لم نشهد أي نوع من الارتفاع في الويجز. لو كان لدينا ارتفاع في الويجز أو في الرواتب، هذا الشيء كان ممكن أن يختلف نوعا ما وأن يكون هناك ليس أو بقيت لدينا أكتوبر وديسمبر. لكن بعد هذه الأرقام الاحتمال 8% لأكتوبر، في الغالب لن يكون هناك ذلك، لكن ديسمبر في الغالب ما سيبقي الفدرال الأمريكي الباب مفتوح لذلك. لكن نحتاج لموجة كبيرة من الأرقام الاقتصادية الإيجابية حتى يتغير هذا الشيء. لذلك من الآن حتى ديسمبر نوعا ما سنبقي أيضا من جديد التوقعات حيادية. أكتوبر لا نعتقد أن يكون هناك لدينا رفع في أسعار الفائدة، لكن من الآن حتى ديسمبر خصوصا الكوربريت أرنينجز، هذا الشيء أهم من أي شيء آخر ممكن ننظر إليه، بالإضافة إلى تقرير أو تقرير الوظائف المقبلة. وأكيد الكوا أول شركة سوف تعطينا نتائج الأعمال في الثامن من الشهر الجاري. نعم. تعطينا فكرة أيضا حول تأثر يعني شركات التعدين بالتراجعات الأخيرة في أسعار المعادن والسلع. بالتأكيد. طيب عندنا يعني هذه المكاسب برأيك في أسواق الأسهم كردة فعل على موضوع تأجيل أسعار الفائدة، هل هي مبررة برأيك؟ لأنه صحيح أجلنا رفع الفائدة وهذا أمر بتتخوف منه الأسواق، ولكن من ناحية أخرى عم نتحدث عن ضعف في الاقتصاد الأمريكي، بالتالي هل ترى بأنه هذه الارتفاعات سوف تكون قصيرة الأجل؟ نعم، أعتقد أن الارتفاعات التي حصلت خلال تداولات يوم الجمعة ما نسميه بالأسواق هو شورت سكويز، أو هي نوع من عمليات إعادة ما شاهدناه بالفترة الماضية، انخفاضات كبيرة ومن ثم تم الوصول إلى نوع من مرحلة شورت كافرنج، أو اللي هي عبارة عن تسييل لهذه العقود بسبب توقعات بأنه لن يكون هناك لدينا رفع في أسعار الفائدة. الآن ما الممكن أو الشيء الذي قد يضغط على الأسواق من جديد الآن ليس هي القرارات الفيدرالية أو الأرقام الاقتصادية، بل التي قد تضغط عليها هي الكوربريت ايرنينجز. خلال لدينا اسابيع مهمه جدا امامنا، غالبا ما سنشهد مره اخرى عوده للانخفاضات ان كان في المؤشرات الاوروبيه او حتى الامريكيه وحتى ايضا الاسيويه. على الاقل داو جونز واس ام بي لا نتوقع ارتفاعات كبيره جدا اليوم عن 16500، يعني اعلى مستوى ممكن نشوفه احتمال ان يكون 16800، هذا اعلى مستوى ممكن اتفرج عليه بالنسبه للداو جونز. طيب نور الدين، الذهب استفاد بشكل جذري من هذه الاخبار، بالتالي هل تتوقع استمرار هذه المكاسب؟ طلب انه لن يكون هناك لدينا المزيد من رفع اسعار الفائده والحديث عن رفع اسعار الفائده واستمرار الضبابيه، بغض النظر انه لا يوجد لدينا معدلات تضخم عاليه، الا انه يعني في الغالب ما سنشهد مره اخرى شيفتنج او نوع من التحول من قبل الاسواق العالميه او الاسواق الاسهم نحو السيلفر ونحو الذهب. واذا نظرنا الى السيلفر، بالسيلفر يعتبر نوعا ما اوضح بشكل كبير من ارتفاعات الذهب، والذهب ايضا حتى انه السيلفر اعطانا اشاره مهمه اليوم صباحا نحو الاعلى والتي قد تستمر لاسابيع. لذلك لازم نفضل الفضة على الذهب، لكن أيضا خلال الفترة المقبلة طالما سنشهد نوع من التحركات نحو الملاذات الآمنة، منها مرة أخرى الين والفضة ومن ثم أسعار الذهب. نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في أي دي أس سيكيورتي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. تعود شركة غلينكور لتتصدر عناوين الأسواق العالمية، حيث شهد سهم الشركة